شعور الغيرة شعور مو حلو أبداً. عشان هيك إحنا رح نحكي عن هذا الشعور مع الأصدقاء. بتغاري؟ يعني أحياناً أوقاتاً هيك بغار. مو أنا ما أغار. من مين بتغاري؟ من أختي. هو بغار منه لأنه أحلى منه. أمي تهتم بأخوي أو أختي وأني لا. بشو بشعر الواحد لما يكون غيران؟ أتوتر. يعني الاهتزاز. وهيك بنكون حكينا عن شعور الغيره.